غدا يتحدد الطرف الثاني في مواجهة النهائي الأهلي والاتفاق في تقرير السمرة. يعرف المتتبع للقاءات الأهلي والاتفاق ما تحمله لقاءاتهما من القيمة الفنية العالية والمستوى التكتيكي المميز الذي تقدمه كتيبة الفريقين دوما حين تصبح وجها لوجه. مواجهة قادمة بين الفريقين في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد، مواجهة ينتظر أن تكون امتدادا لسلسلة لقاءات الفريقين الممتعة. المكان هو جدة، وعلى استاد ملعب الأمير عبدالله الفيصل هناك، مما يعني قوة إضافية لقلعة الكؤوس نظير امتلاكها لمدرج قادر على المساهمة في تحويل نتيجة المباراة لمصلحة فريقها. الأهلي المستضيف قطع تذكرة العبور لهذا الدور بعد تجاوزه لهجر في أرض الأحساء بثلاثية نظيفة، ثم بفوز الرمق الأخير على الشباب بهدف مقابل لا شيء. أما فرقة الكوماندوز التي تقدم مستويات ثابتة ومميزة لهذا الموسم، فقد استحقت الوصول لهذا الدور بعد الانتصار على الأنصار بهدفين للا شيء، ثم اكتساحها لنجران بثلاثية نظيفة. الثنائيات الهجومية ستكون علامة فارقة للقاء الفريقين بوجود فيكتور سيموس والحوسني في الكتيبة الخضراء، ويوسف السالموس باستيانتيغالي في حال مشاركته لدى نواخدة الدمام، والهدف هو الوصول الأول لشباك أي من الفريقين النظيفة حتى الآن. الأهلي والاتفاق معركة كروية محببة، ولا بد لأحدهما أن يترجل عن مكانه هذه المرة وأن يسلم راية المرور للنهائي للفريق الآخر. لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. أستاذ عوض، أبدأ معك. الأهلي والاتفاق، يعني برانكو وجاروليم أو ياروليم، ما أعرف إيش النطق الصحيح، لكن نحن نسمع كذا ونسمع كذا. الأفضل مدربين الموسم الحالي ومباراة نصف نهائي بين الأهلي والاتفاق، فريقين عندهم كل مقومات المتعة الكروية. طبعا هو ما أدري، حظ الاتفاق يبدو العام كان لقاءه مع الوحدة في نفس البطولة وخرج، والسنة هذه مع الأهلي في المنطقة الغربية. ولو تكلمنا عن الفريق الهلاوي، طبعا الكل شايف بيقدم مستويات، بيقدم عطاء مميز. الفريق دفاعيا أفضل من أول، وهي مشاكله كانت معروفة في خط الدفاع. بداية تنظيم الفريق طبعا إداريا كانت من العام الماضي في نهائي كأس خادم الحرمين. السنة هذه اختارت الإدارة مدرب مميز، أضافوا لاعب محور للأسف أصيب الفترة الأخيرة. هذا النادي الأهلي الكل شايف مستواه بيتطور مباراة الأخرى، ولكن حظه أمام الاتفاق يبدو ليس بالمثل. في الدوري انتهت بالتعادل المباراة اللي كانت في جدة، وكان طرد فيها معتز الموسى في الدقيقة 10 أتذكر. فوضع الأهلي بالنسبة للسنة هذه الكل شاهد أنه كان مميز انضباطيا، حتى على مستوى خط الهجوم هو الأفضل في الدوري. الاتفاق استقرار كويس لديه في اللاعبين الأجانب من العام الماضي، يعني تقدر تقول أنه في تشابه كبير بين أداء الاتفاق ولاعبين بشكل عام والأهلي. ممكن الأهلي فيه تميز حضور الجماهيري، الملعب في جدة، هجوم أفضل من الاتفاق، ولكن الاتفاق ليس بالفريق السهل بتاتا، بالعكس ممكن انطلاقة للفريق تكون من خلال هذه البطولة على مستوى الدوري. والكل شاهد، يعني كان الكل يستبعد الاتفاق، كان هو بيحضر في الدوري، وجوده في المركز الرابع دليل يعني كبير على انه حيكون له شأن في مباراة الغد. اي والله مباراة يعني القوية، الفريقين كلهم الاهلي والاتفاق يعني الموسم هذا كانوا مميزين، مستوى مميز قدموها في الدوري، حتى انه يمكن من الصعب انك تحدد يمكن نتيجة المباراة او ترجح كفة فريق على اخر حق مباراة كبيرة.
يعني احنا الان على الاقل ضمننا النهائي المميز، النهائي المميز فنيا يعني حقيقه. لو تسالني انا، رغم انه حتى يمكن هالراي يمكن زعل الاتفاقين علينا، لكنه يمكن وجود الاهلي في النهائي راح يعطي النهائي بعد اعلامي لاحظ وجماهيري اكثر مع التنافس الاخير مع الهلال على صداره الدوري، مع الاعلان الاهلاوي ايضا اللي يتفوق على اجل. خذها مني كذا، مو بيمكن يزعلهم، اكيد بيزعلهم الاتفاقيين. يعني اي اتفاق يتابع اليوم قلت جايب ضيف يطلع يتكلم بيقول نبغى الاهلي في النهائي اكثر من الاتفاق، ويمكن يزعلون، اكيد بيزعلون. لا شوف بقول لك، يعني هذا مجرد راي، يعني قلت لك حتى الاسباب. يعني الحمد لله ان شاء الله، يعني لا اني فعلا مع الاهلي ولا مع الاتفاق ولا اني ميال يعني لاحد الفريقين، لكن هذه يعني نقصد للنهائي المميزات اللي راح نجنيها لك. بالتاكيد انه الاتفاق، وقلت لك ما تقدر ترجع كفه فريق على اخر. الاتفاق مع مدرب وحقيقه برانكو يقدم مستويات ملفته يستحق ليس الوصول للنهائي ايضا، منتظرين متعه الحصول على الكاس، منتظرين احنا انه في متعه فنيه راح نشوفها في الملعب جدا. انا الاتفاق قلت لك فريق مميز هذا الموسم بشكل كبير. الاهلي ايضا مستوياته مميزه ومتصاعد. الاهلي تغير كثيرا. انا اعتقد انه غدا يعني موعودين مع متعه فنيه قد تفوق ايضا المتعه الفنيه اللي شاهدناها اليوم مباراه الهلال والاتحاد. عموما اي اتفاقي زعلان على ايد الثقيل يقدر يعبر عن رايه في تويتر، وانا راح اقرا كل الاراء الاتفاقيه اللي زعلانه. لا تزعلهم علينا، هم راح يزعلون ان شاء الله. الحين قاعد احاول اخفف الامور واجيبها انه يعني عيد يمزح. انت قاعد تحرض تقول ارسلوا رسائل عشان يعبرون. يعني فاصل قصير بعد ما نعود لمواصله الحديث في البرنامج.